السلام عليكم. اليوم نتكلم على الجسر نتاع تصفرت في ولاية بجاية اللي كان من المفروض يوصل مدينة أقبو بطريق الولائي رقم 23، واللي انطلقت الأشغال به في 2015، يعني رانا حوالي 7 سنوات والجسر هذا مازال ما راه في حوالي 50% مروا عليه ولات والي مر والي لمدة 7 سنوات. جسر كما هذا مازال الأشغال حابسة، نقدر نقول حابسة، وخاصة أن هذا الجسر فيه يعني آمال كبيرة نتاع يعني البجاويين، خاصة ولاد أقبو، باش يفك العزلة عليهم ويسهل حركة المرور في المنطقة. ننتظر التفاتة مسؤولين لكي تنتهي الإشغال بهذا الجسر. والسلام عليكم.